شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة العديد من الفعاليات، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم. شهدت جلسات المؤتمر مشاركة أكثر من 260 خبيرا بأفكار ومبادرات واستراتيجيات متنوعة. عائلة سعيدة وبيئة آمنة للأطفال، أهداف يسعى لها المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر منصات تحاورية مصرية وعالمية. طبعا قصدين ان احنا نقول السكان والصحة والتنمية، لان سواء الصحة او التنمية هي في صالح السكان او صالح الانسان. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني حضور غير مسبوق لكل قطاعات الدولة، وطبعا ضيوف من خارج مصر من كل الجهات، عشان الموضوع مهم جدا، وعشان ايضا الاهتمام العالمي بالقضية السكانية على مستوى كبير في الفترة الأخيرة. لعل واحدة من أهم النقاط هي التوجيهات التي وجه بها السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية بالأمس، والمتعلقة بتعظيم دور المجلس القومي للسكان لينتقل إلى مظلة رئاسة الوزراء ويجمع جميع الوزراء المعنيين، وده بيشير بوضوح إلى أن القضية السكانية هي قضية وطن. تحدثت اليوم في جلسة عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة وتجاوب قطاع الصحة مع الموضوع، خصوصا أنه يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة وعلى الأمراض المزمنة، والتلوث الهوائي على سبيل المثال يؤثر على النظام التنفسي للإنسان ويؤدي إلى أمراض صدرية. لذلك علينا تشجيع القطاع العام والخاص باستثمار أكثر في قطاع الصحة والسكان وتعليم الناس، ونتوقع من المؤتمر أن يحرك الأجندة الدولية ويوجهها للأماكن الأهم ليتم الاستثمار فيها، وإنها لمناقشات رائعة حتى الآن. تم التركيز اليوم على طبعا الأمن الغذائي ودوره بالنسبة للتغذية في العالم، بالإضافة إلى العوامل المكملة مثل الأمن المائي وأيضا الجوانب الاقتصادية المترتبة على التحديات التي تواجه العالم. وعلى مدار 4 أيام و65 جلسة يشارك أكثر من 260 خبيرا بأفكار ومبادرات واستراتيجيات متنوعة بجلسات للأمن الغذائي وصحة المرأة، الصحة العامة، التغيرات المناخية، التنمية المستدامة، فضلا عن الفرص والتحديات المتاحة. كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية، فكل واحد بيقول خبراته ايه، ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول، كيفية الاستفادة منها، ايه نقاط الضعف وايه نقاط القوة. يمكن النهاردة السيشن كانت فيه حاجة عن الحوكمة، في النهاردة برضو حاجة عن المتغيرات الديموغرافية بالنسبة للعائد الديموغرافي من الشباب. المؤتمر بيركز على أهمية التنمية للسكان بشكل عام وللصحة، وأهمية الدور المهم للصحة في هذا الموضوع. معجب بشدة بحجم المشاركة بالمؤتمر، لأنه في البداية مع أنه الاسم تبعه بيكون اسم عالمي، إلا أنه توقعت البداية بأنه محصور بجزئية صغيرة ورح يكون التركيز على مصر، لأن الجانب اللي بتعلق بمصر كان موجود ولكن الجانب العالمي كان موجود. ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة العلاقة المتغيرة بين الصحة والسكان والتنمية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ويؤكد على تجديد الالتزام الدولي بالقضايا السكانية ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.